والمباراة الودية الأخيرة اللي كانت مع مصر للمقاصة 2-2 وكان لقاء للاطمئنان على اللاعبين. وادي أمامنا استلام محمد أبو تريكة أمير القلوب، وادي أمامنا هنا وليد سليمان لعبة حلوة أول متعب، هل يكون أول هدف في اللقاء؟ سلام يا متعب، يا سلام يا متعب، أول هدف في اللقاء عن طريق أمامنا قناص. الكرات اللي أمامنا هنا التوقع والتمركز والإحساس العالي، عماد متعب لا يخطئ أبدا في مثل هذه الكرات، يحتاج لاستعادة قدراته اليوم. حسام البدري يضعه في التشكيلة الأساسية لقناعته بإمكانيات وقدرات هذا النجم الكبير عماد متعب الذي صعد في عام 2004 في لقاء أسمنت السويس لنجومية وشهرة وهداف النادي الأهلي. عماد متعب أمامنا هنا يضعها حلوة حلوة حلوة، وادي أمامنا التغطية من كيما واكي، لكن شوف شوف أبو تريكة البينيات اللي في العمق، وليد سليمان يعملها حلوة قوي إلى اللاعب المنطلق. عماد متعب كان مأخر نفسه ويعني مفضي نفسه حلوة قوي عشان يتقدم الأهلي بعد مرور 11 دقيقة عن طريق المتعب عماد متعب في هدف أول من خلال هداف ونجم كبير أمامنا عماد متعب يضعها بشكل رائع رائع في هذه اللحظة. أدي حسام البدري دكة البدلاء، الكل سعيد الكل فرحان، عبد الله السعيد يصفق، شهاب أيضا يصفق لأنها مباراة مهمة، مباراة افتتاحية، ثلاث نقاط تعدل الانطلاقة في محاولة الوصول والتأهل للمباراة النهائية وكأس العالم للأندية. ومش معقول بقى، مش معقول مش معقول، أدي أمامنا هنا بقى كرة عرضية، وأدي أمامنا اللاعب علي سماتة في هذه اللقطة يرتقي أعلى من الجميع من كرة عرضية ومن هفوة دفاعية وأيضا من عدم تقدير من شريف إكرامي في اللقطة الماضية، يرتقي سماتة عشان يأتي بالتعادل في الدقيقة 85 في ظل يعني أداء من جانب هذا الفريق. شوف امامنا هنا الكوره كساسولا كساسولا، كسلوا شويه هنا في الضغط امامنا محمد نجي جد، وادي الكره العرضيه وفيها فيها دفعه فيها دفعه فيها سنده كده في ظهر محمد نجيب، لكن حكم اللقاء ديزيري في اللقطه الماضيه لم يرى الدفعه بعد ما طرد كيماواكي. ادي امامنا شوف الدفعه دي شوف الدفعه دي شوف حضر لنفسه ازاي وطلع فوق، وادي امامنا شريف اكرامي بقى هنا يعني برضه نلومه في هذه اللقطه في هذه الكره رغم ان هو احد الحراس اللي بيجيدوا في مثل هذه الكرات بقى يجد صعوبه ويجد يعني خطأ كبير جدا في اللقطة الماضية، وإن كان التحضير من جانب اللاعب سماطة في اللقطة اللي سجل من خلالها شفنا الدفعة في ظهر المدافع اللي حضر بيها لنفسه في ظهر محمد نجيب والارتقاء وهدف التعادل لنادي مازيمبي في الدقيقة 85. وادي أمامنا كورة ملعوبة أمام إلى جده ولكن يطلع على طول الأهلي في إطار مسابقة المجموعات دوري أبطال إفريقيا مع كان فيها الوداد والمولوديه والترجي، ولكن خرج الاهلي من مرحله المجموعات. ادي عملنا هنا الاستلام لمسه حلوه سيد معوض، هل ياتي الهدف؟ وادي استلام وجده جول، ومحمد ناجي جده جول، جده جده امامنا في هذه اللقطه في هجمه حلوه حلوه، كره عملت جميله، كره عملت حلوه امامنا عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يا سلام على الكوره وعلى الهدف. وادي امامنا السعاده والفرحه بهذا الهدف امامنا اللي بياتي في وقت ايه؟ وقت غالي جدا. ادي امامنا هنا اتعملت حلوه جدا من سيد معوض، وكان موجود جده وكان موجود عبد الله السعيد، وادي امامنا السعاده الكبيره وياتي الهدف من جانب امامنا اهو اللاعب جده في هذه اللقطه. شوف الاعاده شوف الاعاده، ادي امامنا عبد الله السعيد لمسه حلوه قوي يعملها امامنا، وجده اخر نفسه جميله ويلعبها بباطن قدمه لياتي هدف الانتصار للاهلي في الدقيقه الثانيه عن طريق محمد ناجي جده اللي فكرنا باهدافه في امم افريقيا، الخمس اهداف في امم افريقيا 2010 في نيجيريا وموزمبيق والكاميرون والجزائر وغانا، دايما على موعد مع الاهداف التاريخيه. هنا امامنا يسجل، لكن عبد الله السعيد حلوه قوي، عبد الله السعيد الى سيد معوض، سيد معوض الى جده، وجده لا يتوانى ابدا في وضعها عشان تكون كره الهدف، كره الثلاث نقاط، كره الانتصار، سعاده سعد الدين سمير وسعاده متعب وفرحه حسام البدري واحمد ايوب والجهاز الفني. محمد ناجي جده يقول خلاص خلصتها، وبالفعل خلصها جده في هذه اللحظات. نادي الاهلي هنا بقى بروح عاليه جدا يعني تحدي كبير، رغم ان يعني هدف سماطة شككنا في صحته، وبالفعل هدف كان فيه دفع عن نادي الاهلي متقدم 2-1 بعد ما كانت 1-1. وادي امامنا كره عرضيه ولكن بقى يطلعها برجله، طلعها برجله امامنا حارس المرمى الحارس كديابا في هذه